أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح هذه المجالس بتفسير سورة المؤمنون. المؤمنون بسورة المؤمنون هكذا على الحكاية، ويجوز أن تقول بسورة المؤمنين على الإضافة. مواضيع هذه السورة، هذه السورة كما تعلمون أنها سورة مكية، وللسور المكية خصائص تتميز بها عن السور المدنية. ومهمتها الكبرى والتي دائماً ما تناقشها هي تقرير توحيد الله تبارك وتعالى. وإثبات البعث ويوم القيامة، وكل ذلك قد تعرضت له هذه السورة. فنلاحظ أنها قد اشتملت على مواضيع أربعة في الجملة، إذ بدأت بتقرير الفلاح للمؤمنين وبيان صفاتهم، ثم بدأت بذكر دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق كخلق الإنسان، كابتداء خلقه ونهايته، وتسخير ما به حياته وسبل عيشه في هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الموضوع الثاني، حيث بدأت أو انتقلت من تقرير دلائل الإيمان إلى حقائق الإيمان، وهي الدعوة التي توافق عليها أنبياء الله، دعوة التوحيد ونبذ الشرك. ثم يأتي الموضوع الثالث في هذه السورة، وهو الحديث عن تفرق الرسل، تفرق الناس بعد الرسل، وتنازعهم في هذه الحقيقة، إذ تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. وختم هذا المقطع أو هذا الموضوع بقوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ثم يأتي الموضوع الرابع، وهو خاتمة السورة، إذ توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع بالحسنة السيئة. ومعنى ذلك أنك ستؤذى يا محمد عندما تبلغ دعوة إخوانك الأنبياء، ولم يكن في مكة جهاد، ولذلك أمر بأن يدفع بالسيئة الحسنة، وأن يستعيد بالله من همزات الشياطين،
لأن الشيطان من أكبر المخذلين عن الدعوة والمخوفين للأنبياء وأتباع الرسل. ثم ختمت السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى ونفي الفلاح عن الكافرين، كما أثبت الفلاح في أولها للمؤمنين عندما قال إنه لا يفلح الكافرون، فبين فاتحة السورة وخاتمتها مناسبة. وأنتم تعلمون أن المناسبات في القرآن أنواع، منها المناسبة بين السور، ومنها المناسبة بين الآيات، ومنها المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها، وبين مناسبة اللفظة في السياق القرآني. عند تأمل هذه السورة نجد أن هناك تناسب بين أولها إذ أثبت الفلاح للمؤمنين، وفي خاتمتها نفى الفلاح للكافرين، والمؤمنون المذكورون في أول هذه السورة أيها الإخوة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فهم أهل الإسلام. ولقد قرر ابن رجب رحمه الله أن الإيمان حينما يفرد فإنه يدخل فيه الإسلام ويراد به الإسلام كله، أما إذا قرن بغيره كأن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنه يريد به الإيمان العقدي القولي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالله سبحانه وتعالى هنا قال قد أفلح المؤمنون، والفلاح هو الفوز والسعادة، أي حصل لهم الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الصفات. أولها الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى الخشوع؟ قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره الخشوع هو التطامن وتساكن الأعضاء والوقار. وهو خشوع القلب، ومتى ما خشع القلب ظهر على الجوارح. وقد قيل لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فيظهر الخشوع على الأعضاء حينما يخشع القلب، لأن الخشوع محله القلب. وللأسف فإن كثيرا من الناس جعل الخشوع خشوع أعضائه، وهو في فكره يسبح في أودية الدنيا المتشعبة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال ابن عباس خائفون ساكنون، وقال الحسن البصري رحمه الله كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها،
وآثرها على غيرها، وحينئذ يكون له نصيب من سيد من صفات سيد الخاشعين الذي قال عن صلاته صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. واختلف العلماء في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتها، على قولين. ورجح الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن القول الأول، وأنه من فرائض الصلاة، ولذلك ينصرف العبد من صلاته، فمنهم من تكتب له صلاته كاملة، ومنهم من يكتب له نصفها، ومنهم من يكتب له ثلثها، ومنهم من تجمع له كالثوب الخلق فترد في وجهه. وهذا يدل على أن الخشوع هو روح الصلاة وجوهرها، هو روح الصلاة والجوهر الحقيقي لها. وقد جاء في السنة أن الخشوع هو أول علم يرفع من الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم، من هم؟ هم المؤمنون. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم: والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. فيدخل في اللغو أعلاه وهو الشرك، وأدناه مما لا فائدة فيه سواء كان قولاً أو فعلاً. فاللغو على الصحيح يعم جميع ما لا خير فيه. قال السعدي رحمه الله: وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى. ثم قال الله سبحانه وتعالى معدداً صفات المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. اختلف المفسرون في المراد بالزكاة هنا على قولين. القول الأول أن المراد بها الزكاة المعروفة، وهي زكاة الأموال، وقيل يراد أن المراد بذلك زكاة النفس من الشرك والآثام والمعاصي، كما قال الله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا أعم، إذ السورة مكية والزكاة إنما فرضت في المدينة، وإذا دخلنا وإذا رجحنا القول الثاني أو قلنا أنه أولى وأعم فيدخل فيه القول الثاني، لأن الزكاة الأموال هي من تزكية النفوس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم، من هم؟ المؤمنون. لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله سبحانه وتعالى من زنا أو لواط، ولا يفعلون إلا ما أحل الله لهم من زواج أو التسري بما ملكت أيمانهم. ومن تعاطى ما أحل الله له فلا لوم عليه ولا حرج. قال ابن العربي رحمه الله: من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء، يقصد الآيات العشر التي هي في صفات المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن، يدخل فيه الرجال والنساء، والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. يقول ابن العربي: ومن غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم، فإنها عامة فيهم إلا قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات، بدليل قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى، انتهى. أنا بسأل أيها الإخوة، لماذا ذكر ابن العربي أن هذه الآيات، أن الأصل في جميع القرآن أن الخطاب للرجال والنساء إلا ما خص الدليل على أنه للرجال أو خص الدليل على أنه للنساء، كما أن هذه الآيات العشر في صفات المؤمنين كذلك إلا في حفظ الفرج فإنه خص بها الرجال؟ لماذا خصصنا الرجال هنا يا أخواني؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تستمتع بمملوكها بالإجماع، وبالتالي فهذه الآيات لما استثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن العربي رحمه الله: إنها خاصة للرجال. طيب، هل النساء مأمورات وممدوحات بحفظ الفروج؟ نعم، لكن من أدلة أخرى كما سيأتينا إن شاء الله في تفسير سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك أي وراء هذا الحد من الأزواج والإماء، فأولئك هم المعتدون، فأولئك هم العادون أي المعتدون. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وكان من الملومين ومن العادين يعني المعتدين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على تحريم الاستمناء باليد، فإن هذا الصنيع خارج عن الاستثناء المذكور في الآية، والاستثناء كما قرره أهل العلم أنه معيار العموم، فلما استثنى شيئين فقط حرم ما لم يذكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،
قرئ لأماناتهم بالجمع، وقرئت بالإفراد لأمانتهم، وكلاهما قراءات متواترة. والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً. قال ابن عطية رحمه الله تعليقاً على هذه الآية، وهذا يعم أن يدخل في هذه الصفة الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال: وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، بمعنى أنه يدخل فيه مراعاة الناس ومواعيدهم وعهودهم. والأمانة أعم من العهد، فكل عهد أمانة ولا عكس، فهو إذا من باب عطف الخاص على العام. ومعنى رعاية الأمانة والعهد حفظه والقيام به. قال السعدي رحمه الله: الأمانة تشمل الأمانة التي بين العبد وربه، أو التي بين العباد فيما بينهم، وكذا العهد يشمل العهد الذي بين العبد وربه، ويشمل العهد الذي بينه وبين الناس، فكل هذا من صفات المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، وفي رواية عند الحاكم: الصلاة على أول وقتها. طيب، ماذا تلاحظون أيها الإخوة في صفات المؤمنين؟ ماذا تلاحظون؟ أحسنت، أنه افتتح صفات المؤمنين بالصلاة وختمها بالصلاة. يدل ماذا؟ يدل هذا على ماذا؟ يدل على أهميتها وأفضليتها. فأثنى عليهم بصفتين: الأولى الخشوع في أول صفاتهم، والثانية المحافظة عليها في آخر صفاتهم. قال السعدي رحمه الله: فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين. فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة، فهو مذموم ناقص، فهو مذموم ناقص. ما جزاء من امتثل بهذه الصفات؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن.
إذن من امتثل هذه الصفات فهو الوارث للفردوس. لماذا سمي جزاء المؤمنين في هذه الآيات ودخولهم الجنة واستحقاقهم لها وراثة؟ لماذا أيها الإخوة؟ قالوا جاء في الأحاديث أنه ما من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى. ويقرر هذا جملة من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقال هذا فكاكك من النار، كما يشهد له جملة من الآيات كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فأطلق على جزاء المؤمنين ودخولهم الجنة وراثة استشعارا ومصاحبة لهذا المعنى. ثم لما قرر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وجزائهم قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هو الإنسان؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من الإنسان؟ اختلف المفسرون فيه على قولين. القول الأول أنه آدم عليه السلام، من سلالة من طين، يعني من صلصال، كما قال في آية أخرى: من صلصال من حمأ مسنون. القول الثاني أن المراد به بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أن المراد بالإنسان هنا بني آدم ولم يتعرض لأصل الخلق، وإنما تعرض لما استقر عليه الخلق، فالمراد به بني آدم، فالمراد به بنو آدم. ومعنى سلالة من طين أي صفوة الماء كما قال ابن عباس. وقال مجاهد: من سلالة من مني آدم. يعني أنه خلقنا بني آدم من سلالة من طين، أي من آدم الذي سمي طيناً لأنه خلق منه. واضح القول؟ الفرق بين القولين يا إخواني، ما الفرق بين القولين؟ القول الأول أن المراد ولقد خلقنا الإنسان آدم، وأن السلالة من طين المراد بها ماذا؟ الصلصال من حمأ مسنون كما في آية أخرى. القول الثاني أن المراد بني آدم، وأن السلالة من طين صفوة الماء، أي من صفوة، وسمي آدم هنا من طين لأنه خلق من طين. أيهما أقرب؟ القول الأول. صحيح أن الأقرب هو أن المراد بذلك
خلق آدم كما تشير إليه آيات أخرى وأنه خلق من طين. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. طيب، لعلكم أيها الإخوة تنتبهون معي، لأننا الآن قلنا: ولقد خلقنا الإنسان، وقررنا أنه من؟ آدم. وهناك قول آخر أنه بني آدم. قال الله: ثم جعلناه. الهاء هنا أين تعود؟ ثم جعلنا آدم نطفة، هل يصح هذا؟ ها يا أخواني، ها المفسرون هنا في هذه الآية لم يختلفوا على أن المراد به بني آدم، لم يختلفوا، لكن ما توجيهه؟ على القول الثاني واضح ولا لا؟ أليس كذلك يا أخواني؟ على القول الثاني والذي يقول أن المراد به بنو آدم واضح، لكن على القول الأول ثم جعلناه أي آدم نطفة لا، لأنهم هم مجمعون على أن المراد هنا بنوه وليس المراد آدم. وبالتالي فبعض العلماء قال: ثم جعلناه، الضمير عائد على جنس الإنسان المذكور، ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان، أن الضمير عائد على جنس الإنسان ويصح. وقال القرطبي رحمه الله: الضمير عائد إلى بني آدم، وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر، لأنه مشتهر أن الذي خلق أن بنو آدم، أن بني آدم قد خلقوا من نطفة. قال القرطبي رحمه الله: الضمير عائد إلى بني آدم وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر، فإن المعنى لا يصلح إلا له، فإن المعنى لا يصلح إلا له، كما قال في آية أخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، أي صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره، وترائب المرأة وهي عظام صدرها، فصار علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم. فخلقنا المضغة عظاما وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. فكسونا العظام لحما، أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه، أي يستر تلك العظام. ثم أنشأناه خلقا آخر. اختلف المفسرون في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بعد تكوين خلقه أنشأناه خلقا آخر. فقال بعضهم: هو نفخ الروح فيه، لأنه إذا نفخ فيه الروح كان خلقا آخر، أولا كان إيش؟ جماداً، ثم الآن أصبح بشراً. وقيل خروجه إلى الدنيا، لأنه سيكون خلقاً آخر بكل المقاييس، فإن الطفل الذي في بطن أمه يختلف جذرياً في حياته وسبل معيشته عن حياته في الدنيا. وقيل نبات شعره وخروج أسنانه، وقيل كمال شبابه. قال القرطبي رحمه الله:
والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره، فيما ذكره المفسرون وفي غيره، أي أنشأناه خلقاً مختلفاً متكاملاً من النطق والإدراك وحسن المحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت. فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك معناه مطاوع من بارك، كأنها بمنزلة تعالى وتقدس من معنى البركة، وسيأتينا إن شاء الله في تفسير قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان. وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الآية. وهذا من باب تفسير القرآن بالسنة. فتبارك الله أحسن الخالقين، أثبت هنا أن غيره يخلق، وفي موضع آخر قال: هل من خالق غير الله؟ فما الجمع بينهما؟ نقول إن لفظة الخلق التي هي بمعنى الاختراع والإيجاد من عدم منفية عن البشر، وهي المرادة هل من خالق غير الله، أم التي هي بمعنى الصنع والتقدير فغير منفية عن البشر، وهي المرادة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال: ثم إنكم بعد ذلك. بعد ذلك إشارة إلى النشأة، من العدم تصيرون إلى الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فذكر أحوال الإنسان كلها، عالم الأجنة وعالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم القيامة. بهذه الآية نكون قد انتهينا من المجلس الأول من تفسير هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.